خير جليس، تشجيع الطلاب على القراءة، وأكو أسعار مناسبة وعناوين متنوعة، يعني عناوين ثقافية، تنمية بشرية، نحاول نطلع الطالب شوية من أجواء الدراسة. ويعني شعارنا تقريبا المحتمدين عليه هو شعب يقرأ شعب لا يجوع ولا يستعبد. دائما نحث أنه طالب يقرأ أو المفروض يقرأ، المفروض لا يجوع، المفروض ما يستعبد. نحث الطالب على القراءة ويطلع الطالب من هاي الأجواء الروتينية المملة تقريبا، صير نوعا ما، وبالتالي هو هذا مصب يفيد الطلاب ويفيدنا احنا كشخصيا. والله اقبال الطلاب كان جيد ما شاء الله، يعني عندنا طلاب خلف يعني الصورة المحتادة عنه انه الطالب ما يقرأ بس محاضرة، لا، عندنا طلاب تقرأ، عندنا طلاب جاي تطلع، عندنا طلاب عندهم ابداعات ثانية غير الدراسة، يعني طلاب كتاب ويقرون الحمد لله والشكر. معرضنا مستمر 3 أيام اليوم الخميس، وعندنا عناوين جديدة، ويعني خلصت عناوين عندنا وطلبنا عناوين جديدة، ومستمرين إن شاء الله بهاي المعرض، المعرض بإشراف عماد. شيء جميل عندنا اليوم معارض كتب بجامعة ذي قارب كلية العلوم، أن تنمي شوية قدرات الطالب وثقافته وتخرجه شوية من الظروف اللي بيها هو، وجو الامتحانات وجو الدراسة يعني والضغوطات شوية عليهم، يعني وتطور البحوث الموجودة عندنا، وأسعار الكتب يعني مناسبة تقريبا، فرق بس النقل اللي بالمتنبي، يعني نجيبها من المتنبي، ومتوفرة عندنا كل الكتب، وحتى خدمة التوصيل موجودة عندنا، يعني ما يعني العناوين موجودة، يعني كل العناوين تخص الدراسات، تخص الثقافة العامة، الروايات والقصص، كل يعني كل الكتب موجودة. موجود بكليتنا معرض موجود، يعني نشاطات يعني يسووها الطلبة حتى يخرجون يعني من هاي الأجواء اللي موجودة، أجواء الدراسة والملل والضغوطات اللي صاير، يعني جاي يصير عندنا هواي امتحانات وكذا، فنتخلص من هاي نسوي هاي النشاطات، مثلا معارض، فالطلاب يعني تحب تقرأ وتطلع من أجواءها، كلش حلو، ويعني أتمنى أنه يعني يزيد هيك معارض وأشياء حلوة نشاطات بالكلية. We'll be right back.